بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، عنوان درسنا النهاردة هو خصائص السكان، يعني مميزات السكان. درسنا النهاردة لذيذ وجميل، تعالوا يلا نشوف مع بعض. أولا خصائص السكان الديموغرافية. أول حاجة لازم نعرف إيه هي الديموغرافية. هو علم دراسة الإنسان السكان من حيث المواليد والوفيات والتركيب العمري والتركيب النوعي. هناخد كل حاجة فيها بالتفصيل، يعني انا عايز ادرس سكاني، فهجيب عدد المواليد والوفيات وتركيب العمر والنوعي واجمعهم، ده هيديني الديموغرافيا. هنبدأ بمعدل المواليد. معدل المواليد في العالم كله نحو 20 في الـ1000. 20 في الـ1000 دي، في الالف دي يعني نسبة، وبيختلف من قارة لأخرى. طب قدامك الشكل البياني ده، هتقولي هتشوف طبعا ان افريقيا 36 في الـ1000، وأقل القارات أوروبا 11 في الـ1000. طب تعالوا نعرف ليه أفريقيا ترتفع معدلاتها. قالك لأن في ناس جهلة وانتشار الأمية والفقر. طب ايه اللي جاب دل ده؟ أقولك ايه اللي جاب دل ده. انت دلوقتي جاهل متعرفش حاجة، عايز تخلف مثلا اولاد كتير، ما تعرفش ان الاولاد الكتير اللي هتخلفهم دول مش هتعرف تصرف عليهم، لان انت فقير ومش متعلم. ادي اول سبب، اعتماد على الزراعة البدائية والراعي، ان انت خلاص يعني جيلك بيتقدم وانت بتعتمد على الزراعة اليدوية، بالمعنى يعني الزراعة اليدوية فمن غير آلات. ف ده السبب الاول، هو السبب للتاني. انت هتنجب اولاد عشان يشتغلوا معاك في الزراعة البدائية. انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية، ان انت عندك الرغبة في ان انت تجيب اكبر عدد من الابناء وتجوز بناتك، تجوزهم بدر، وعملت الاطفال، ان انت تشغل الاطفال من قبل سن العمل اصلا. طب وخصائص برضو سكان الديموغرافيا. تاني حاجة عندك معدل الوفيات، بيصل المعدل ده 8 في الـ1000 المستوى على مستوى العالم. طب بيقل في الدول المتقدمة وبيصل لأقل من 7 في الـ1000، وبيزيد في الدول الفقيرة لـ11 في الـ1000. يبقى معدل الوفيات يزيد في النامي، يزيد في الدول النامية ويقل في المتقدمة. طب قدامك شكل بياني، طبعا هتقول لي ان اوروبا 11 في الـ1000، ده ليه؟ بسبب زيادة عدد كبار السن. يعني مصر، يعني انت جدك وجدتك وجد والدتك وست والدتك، دول كتير في العيل اكيد. لا دول، لان دول ناس متقدمين في السن، فدول اول ناس هيموتوا. ما بالك بقى ان اوروبا كلها في عدد كبار سن، يبقى اكيد معدلات الوفيات هتزيد. عندك امريكا الجنوبية كل بعدد الوفيات لغاية ما يوصل 6 في الـ1000. طب ايه العوامل اللي بتأثر في معدل الوفيات؟ دللي. اقول لك مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية. لو انت عندك مستويات وقاية صحية بتقلل معدل الوفيات. اقول لك ازاي، يعني لما بتتعب، حتى لو يعني لو جالك برد، حتى بتروح مستشفى او اي حاجة عشان برد، دي كده نسبة خطورتك بتقل. لكن لو ما بتروحش مستشفيات وما عندكش رعاية طبية هتزيد معدل الوفيات. والحروب والكوارث كالجفاف والزلازل والبراكين كمان، يعني اي زلزال بيحصل ممكن يدمر بيوت، ممكن يقتل الناس، فدي وفيات. طب بالنسبه للزلازل الطبيعيه ايه هي؟ هي ناتج الفرق بين معدلات المواليد والوفيات، ليه المواليد ناقص الوفيات. جابها في محافظه القليوبيه من 2010. قال لك اذا كان معدل الزياده الطبيعيه، اذا كان معدل المواليد 60 والوفيات 30، الزيادة الطبيعية هتبقى ايه؟ واكتب تعريفها. هقول دي ناتج الفرق بين المواليد والوفيات، يبقى 60 ناقص 30 هديك 30. هنقارن بين القارة والزيادة الطبيعية والسبب. هنبدأ بأفريقيا. الزيادة الطبيعية مرتفعة ليه؟ سبب زيادة المواليد وقلة الوفيات. دي نحفظها أغنية، زيادة المواليد وقلة الوفيات، زيادة المواليد وقلة الوفيات. طب أمريكا الشمالية منخفض لقلة المواليد وقلة الوفيات، قلة المواليد والوفيات.
في اوروبا عدد السكان ثابت، ما بي... لا لا بيهاجروا ولا بيعملوا اي حاجه. يبقى يعني انت عندك سكان بتزيد، يبقى الزيادة الطبيعية هتزيد، بيقل الزيادة الطبيعية هتقل، طب صفر مش هيحصل لها حاجة، يبقى عدد السكان عندك ثابت، يبقى هتتساوى المواليد مع الوفيات. بيقولك تقل معدلات الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة بقلة معدلات المواليد والوفيات مع زي أمريكا الشمالية. طب بالنسبة للتركيب العمري ايه هو؟ هو دراسة عدد بنسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة. يعني انت عندك 3 فئات، صغار السن، بالغين، كبار السن. هناخد كل واحدة بالترتيب. صغار السن بيضم الرضع والأطفال والمراهقين اللي قالوا عن يعني من شهر، من أول لما اتولدوا من شهر لغاية 14 و11 شهر، 14 و12 شهر. ودولة السويد بتنخفض فيها، بترتفع في الدول زي الهند تصل 31 ومصر تصل ل 32. بيقولك ارتفاع نسبة صغار السن أدى لتحول للدولة ميزانية ضخمة وعباء من أجل توفير المأكل. هقولك دولتك فيها يعني، نفرض إن الدولة كلها مفيهاش غير صغارين أصلا، الصغارين دول محتاجين إيه؟ مأكل، ملبس، أي حاجة يشربوا فيها، أماكن للخروج. فده ادى لو صغار السن مرتفع هيخلي الدولة تتحمل ميزانية ضخمة، يعني اعباء اضافية من اجل توفير المأكل والملبس. طب خصائص السكان الديموغرافية، قلنا تركيب العمر، دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة. طب الفئة المتوسطة دي فئة منتجة، اللي قبلها مش منتجة، لا البالغين اللي من 15 ل 64، اعلى نسب في غرب اوروبا ولا في افريقيا. خصائص السكان، هناخد اخر نسبه معانا اللي هي فئه كبار السن، دي مش منتجه، بتضم ال 65 سنه، نسبتهم بترتفع في الدول المتقدمه اقل من الدول الناميه. ليه؟ عشان بيتقدموا في مجالات الخدمات الصحيه. نسبه الاميه اللي هي عدم معرفه القراءه والكتابه فوق سن 15 سنه، ترتفع في الدول النامية وبتقل في المتقدمة. دراسة نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة ليه أكثر 95% في أمريكا الشمالية، أوروبا، أستراليا، اليابان، روسيا. تعال بقى نشوف مصر نسبة المتعلمين في الدول، نشوف بقى في الدول النامية نسبة المتعلمين في الدول النامية تصل ل 75%، معظم دول أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. 65% في مصر ليه؟ لأن مصر بتهتم بالاهتمام بتعليم في كافة مراحله، جهود الدولة في مجالات نحو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. دي مهمة لأنها تيجي في الامتحانات. في بعض العادات والتقاليد بتأثر في معدل الناس، دي مهمة برضه. حرموا الملأ من التعليم في بعض القرى حفاظا عليها وفضلوا الزواج المبكر لها. تعالوا نشوف بقى الأمر المضحك، الحالة الصحية. يعبر عدد الأطباء مؤشر مهما على الرعاية الطبية. يعني أنت كل ما تشوف، يعني لما تعرف ان الاطباء مهمين، اعرف ان الدولة دي كل ما عدد الاطباء زاد فيها مش هتلاقي ناس تعبانة فيها. يبقى كل ما زاد عدد الاطباء بالنسبة لمكان في دولة ما، دل على الرعاية الطبية. هناخد درجات الرعاية الطبية فائقة، مرتفعة، منخفضة. نبدأ فائقة، روسيا، معظم دول اوروبا ودول امريكا الشمالية ذات دول ذات رعاية طبية مرتفعة، مصر، الاردن، والامارات. دول ذات رعاية طبية منخفضة، افريقيا، نيجر، واثيوبيا، نيبال، في اسيا. طب الفائقة، اكيد روسيا اي واحد بيموت فيها عربية الاسعاف بتجيله مخصوص وبتنقله. لكن مصر، او انت لازم تتصل بعربية الاسعاف، عربية الاسعاف بتجيلك، بتاخد المواطن بتلفه بجرايد وتحطه على جنب في الرصيف. طبعا دول ذات الرعاية الطبية بلاش نتكلم عليها. خصائص السكان الاقتصادية، بتتنوع حسب الانشطة اللي بيقوم بيها. طبعا اسيا اعلى نسبة الدخل القومي، وافريقيا اقل نصيب الفرد من الدخل القومي، غلبانين والله. عندك ده ذات دخل اقتصادي مرتفع فوق المتوسط، اقل من المتوسط منخفض. المرتفع اكيد انت بقى دخل اقتصادك يبقى مرتفع، يبقى انت بتعتمد على الصناعه والخدمات زي غرب اوروبا والخليج. واقتصادي فوق المتوسط يبقى انت بتعتمد على التصنيع النامي والانشطه التقليديه زي تركيا، شرق اوروبا، المكسيك، الارجنتين، جنوب افريقيا. اقل من المتوسط التصنيع والتنميه الاقتصاديه، الصين، ايران، مصر، المغرب، اوكرانيا، البرازيل. و
زراعة تعتمد على الزراعة مثل الهند، باكستان، الكونغو والنيجر. أخيرا قوة العمل وعدد الأفراد في سن العمل والذين يعملون والذين يبحثون عن عمل والقادرين على العمل. لازم نحفظها كده، في سن العمل والذين يعملون والذين يبحثون عن العمل والقادرين على العمل. تختلف في الدول المتقدمة، تزداد نسبة التعميم في الصناعة والخدمات وتقل في مجال الزراعة. في الدول النامية العكس بقى، تزداد نسبة التعميم في الزراعة وتقل بالصناعة. مصطلحات الأهم عندك ديموغرافيا، هو علم دراسة السكان من حيث المواليد والوفيات وتركيب العمر والنوع. الزيادة الطبيعية ناتج الفرق بين معدلات المواليد والوفيات. التركيب العمري دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من السكان المنطقة وفق فئات عمرية محددة. آخر حاجة قوة العمل، عدد أفراد في سن العمل الذين يعملون والذين يحصلون على العمل والقادرين على العمل. طب هنحل مع بعض، ليه ارتفعت المواليد في قارة أفريقيا؟ قلنا بسبب انتشار الأمية والاعتماد على الزراعة البدائية والعادات السلبية وعمالة الأطفال. طب ليه ارتفع معدل المواليد في أفريقيا لزيادة عدد كبار السن؟ طب ليه انخفض في مصر؟ ليه؟ سبب الرعاية الطبية واهتمام بصحة الأطفال. طب وصل نسبة المتعلمين في مصر 65، لأن بدأوا يهتموا بالتعليم بكافة مراحله، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بمبدأ بمحو الأمية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.